بليمونة واحدة بس هنعالج مرض السكر وننشط البنكرياس ونفرز الانسولين ونظبط مستويات السكر في الدم. فالفيديو ده مهم جدا، بليمونة واحدة هنضيف على المكون اللي معانا دوت عشان نطلع المشروب السحر دوت اللي نشربه مرتين في اليوم يظبط لنا الانسولين، ومهم جدا للسكر وتظبيط السكر للنوع الاول والنوع الثاني. ايه بقى المكونين السحريين اللي معانا دي؟ هي دي القنبلة بتاع الفيديو. يلا بينا بقى نشوف الوصفة ونشوف المشروب ابو ليمونة ومكون سحر. القتة، القتة بيسموه كده في مصر. يا ريت بقى الدول العربية، اي حد بيشوفنا من الدول العربية يقول لنا ايه اسم القتة عندهم في الدول العربية. القتة مادة مهمة قوي قوي للمريض السكري، وبنعمل منها مشروب قوي قوي هنشربه. اهي الكوب اللي معانا حتى هوت، هنعمل دلوقتي ونشوف ازاي بناخده، ايه احلى وقت بيتاخد فيه، وهنضيف عليه مكون تاني بيزود قدرته وبيقلل مقاومة الانسولين. طيب القتة ديت ايه اهميتها؟ هنقول بس في بداية الفيديو الاهمية لكل المكونات. هيبقى قتة هنخرطها قطع معانا كده، وهيبقى معانا الليمون. مش معنى الاتنين دول مع بعض، هتعرف دلوقتي وهتعرف دلوقتي في الفيديو. القتة ذات نفسها فيها سعرات حرارية منخفضة، فحلو قوي المريض السكري مش هيتخزن بسببها سكريات في الدم او في الكبد او تزيد السكر والدهون. زيادة الالياف اللي موجودة فيها بتديكي وبتديك احساس بالشبع، يعني القتة ذات نفسها ومعظمها الياف، فحلوة قوي هتديك الاحساس بالشبع، فزي ما تقولي كده هتسد نفسك، فحلوة قوي سد النفس. طبعا سد النفس حلو، لانه انت زي ما انتوا عارفين ان مريض السكري بيشتكي من اكتر حاجة بياكل كتير، فدي بتتخن ودي بتجيب سمنة ودي بتقلل الشغل الانسولين وبتجيب مقاومة انسولين، فدي وحشة قوي التخن ده، فالالياف اللي موجودة فيها تقلل الشبع. تاني حاجة فيها كمية مية رهيبة، كمية المية اللي في القتة مفيدة جدا للاوعية الدموية. اول حاجه فيها الميه دي بتعالج تصلب الشرايين، وحضرتك لو عندك صعوبه في الحركه او ايدك بتتقل عليك او رجلك بتتقل عليك، فهي مفيده. ليه؟ الميه اللي فيها بتقلل المشاكل الخاصه بالاوعيه الدمويه، وبتحمي القلب، فبالتالي حلوه قوي المريض السكري القتة. تاني حاجة دي اهم بقى حاجه فيها، غنيه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم. ايه هو ايه اهميته؟ المغنيسيوم اللي موجود فيها، موجود في القطع دية، المغنيسيوم ده مهم اول مريض نوع اول، عشان كده في بداية الفيديو قلنا حلو اول مريض سكر نوع اول ونوع تاني. طب ليه نوع اول؟ لان فيها مغنيسيوم. المغنيسيوم ده بينشط البنكرياس وبيرجعها للشغل اللي هي ايه كانت عليه في الاول. يبقى كده خلصنا القتة وعرفت مكوناتها وعرفت ايه العناصر الغذائية اللي موجودة فيها وازاي بتشتغل على تظبيط السكر. طب ناقص ايه معانا؟ المكون العبقري دوت اللي هو فيتامين سي، اللي هو الليمون. الليمون هنا فيه ايه؟ طبعا لسه قايله في فيتامين سي، فهو غني بفيتامين سي. فيتامين سي طبعا رافع مناعه في الاوقات خصوصا اللي احنا فيها دي، في محتاجين حاجه ترفع مناعتنا، وخصوصا لمريض السكري فحلو. مش بس كده، لا فيها الياف بتقلل ارتفاع مفاجئ للسكر. الالياف اللي موجود في الليمون بتقلل نسبة ارتفاع السكر مرة واحدة، لأنها بتبطئ عملية امتصاص السكريات، فما تجيش مرة واحدة كده تلاقي السكر بتاعك عالي، لا هي بتظبطه. عشان كده حلو ايه أصلا الوصفة دي، حلوة السكر نوع أول ونوع تاني وتظبيط السكر اللي هو التظبيط المفاجئ للارتفاع والانخفاض. كده عرفت الفوائد، معلش بس انا تقلت عليكم في الشرح، بس اوعي تاخدي وصفه او اوعي تاخد وصفه الا ما تعرف ايه اهميتها وايه فوائدها وايه العناصر الغذائيه اللي موجوده فيها واللي اقدر استفاد بيها. طب هستخدمها ازاي بقى؟ هتجيب قتايه زي دي كده، او تجيبي قتايه حتى صغيره زي دي كده وتقطعيها قطع كده، وبعد ما تقطعيها هيبقى معاكي خلاط. الخلاط دوت هنجيب نحط فيه ايه بقى؟ نحط فيه القتة اللي معانا اهي، القتة اللي معانا اهي. نجيب كذا حتة، هي كوبين، انا هعمل كوب واحد بس دلوقتي. لو انت عايزة تعملي كوبين ممكن تضيفي ايه كل الشوية اللي معانا ده اهو. بصوا انا ضفت نصهم كده، يبقى لو واحدة كاملة هنقسمها نصين، كوب بالكوب هقولك عليه امتى دلوقتي، والكوب التاني يبقى هنعمل كوبين. فانا دلوقتي هعمل بس كوب عشان اشرح لكم.
طب بعد كده الليمونة هستخدمها ازاي؟ ودي الأهم بقى، الليمونة أحسن حاجة ليها نعملها شرايح، هنقطعها شرايح ونرميها مع القتة زي كده، هنقطع ليمونة زي كده بس بالقشر بتاعها بالشرايح، ليمونة واحدة بس اهي، وهنضيفها هنا. وبعد كده هيكون معانا كوب مية، مش هتمليه قوي، هيبقى تقريبا كده تلات ارباعه، وهنضيفه برضو هنا. وبعدين نشغل بقى الخلاط ده مع بعضه عشان يطلع لنا المشروب العجيب اللي معانا هنا. تعالوا بقى نعمل نطحن ده كله اهو، بصوا زي ما انتوا شايفين، وما تقشريش الليمون، خليكي بس معانا في الوصفة. يبقى حطينا نص تقريبا القتاية عشان نعمل اول كوب، لو عايزة تعملي الكوب التاني تحطي كل القتاية، وتضيفي ليمونة بالشرايح بتاعتها بكل مكونات. يلا بينا بقى نطحنهم كده في الخلاط ونوريهولكم. بعد ما طحنهم هوريكي دلوقتي، اول ما نزلت اهوت المشروب دوت معانا اهوت، والطحن هنستخدمه كله على بعضه، بمعنى مش هنصفيه، المشروب هيبقى زي ما هو كده. هنحط كل المكونات كده، كله كله كله، حتى الحتت دي ينفع تتاكل، بتتاكل ما فيش منها اي مشكلة. يبقى طلعنا بمشروب كويس اهو، نشرب كوب واحد في اليوم. ده كوب واحد هنشربه كم مرة؟ نشرب كوبين في اليوم. ازاي بقى والطريقة وكده؟ يبقى عرفت استخدمنا ايه؟ استخدمنا القتة وطماطم وليمونة قطعناها شرايح وحطيناها في الشفشق زي دوت، وبدأنا نعمل. حتى في لسه شوية مية لو عايزة تضيفيهم اهو، مفيش منهم مشكلة. وبعدين بعد ما عملنا قطعنا وحطينا شرايح، نصفي، ما نصفيش، نحطها زي ما هي كده، ممنوع التصفية، لان انا عايزه المكونات اللي فيها اللي هي مفيده جدا لينا. طيب ناخدها امتى بقى؟ اول حاجه تتاخد مرتين في اليوم، احلى وقت بتتاخد فيها مره قبل الفطار والمره الثانيه قبل النوم. اول حاجه، طب مش معنى يعني، بصوا قطع اهي معانا اهي، مش يعتبر مشروب اخضر كده، بيتكون من القت والليمون. يبقى مرتين في اليوم، مره قبل الفطار بساعه والمرة التانية قبل ما تنامي. طب ناخدهم مثلا لمدة معينة، اسبوع او اتنين؟ لا، دي تفضل معاكي تاخديها على طول. تمام. طب ليه تاخديها على طول؟ ان زي ما انا قلت لك هتشغل لك البنكرياس وتطلع لك الانسولين وتظبط لك مستويات السكر في الدم. طب ليه بناخدها بالليل؟ ان للاسف في حاجة بتحصل كده، ان احنا ما بتاخدي العلاج بالليل، تقوم الصبح تلاقي فيه سكر واطي، هي بتظبط لك الدنيا مع النوم. فبالتالي هي دي الوصفة. ولو عايزة أي أسئلة بالنسبة متعلقة بالوصفة اكتب لنا في صندوق تحت في التعليقات، واحنا نرد عليك بالظبط بكل حاجة. طيب دلوقتي بقى دي ناقص دقيقة واحدة هحكي بس فيها عن ازاي تحمي نفسك من القدم السكري. القدم السكري مشكلته في عدوى بتيجي في رجلك، حضرتك بتهمليها ما بتعالجهاش، فبالتالي بتخش في مضاعفات. طب ايه حلها؟ انك اول حاجة تنظم السكر في الدم وتتابعي نفسك بسرعة.